السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم وصفه جديده، سلو او سفوف ديال رمضان، فابقوا معايا تشوفوا الطريقه وتشوفوا الوصفه. هنا اخواتي بالنسبه لاول مكون عندي هنايا اللوز بقشرته، خديت هنايا تقريبا كيلو الا ربع اللي مطحون. المهم في المجموع عندي كيلو ونص ديال اللوز، خديت النص ديالو قشر، خليته بالقشره ديالو وطحنته على شكل بخاليني كما كتشوفوا. هنا عندي كيلو ونص ديال الجنجلان محمر ومطحون، عندي ما تبقى من كيلو ونص ديال اللوز كذلك مقلي ومطحون، عندي تقريبا كيلو الا ربع ديال السكر كلاصي، عندي تقريبا نص كيلو ديال الزبده مذوبه نوازيت، عندي كذلك هنايا كيلو ونص ديال الدقيق محمر، هنا عندي قبصه ديال الملح ديال القرفه اخواتي كحوره، جوج معالق ما عامرين شي ديال النافع مطحون ومغربل، كذلك عندي جوج معالق كبار ديال. هنا اخواتي الدقيق ديالنا كما كتشوفوا محمر ومغربل مزيان باش يجي صافي وما يجيوش فيه الحبيبات. كناخذوا البخاليني ديال اللوز، الجنجلان عندنا كيلو ونص ديال الجنجلان يكون محمر ومطحون، هنا اللوز كذلك محمر، هذا ما طحنتوش بزاف خليته شويه ما بين وبين. وهنايا اخواتي ناخذ سكر كلاصي ونحاولوا نغربلوه، كيمكن لكم تعوضوا سكر كلاصي بالعسل. هنا قبصة من الملح مسكة حارة نافع محمر ومطحون ومغربل والقرفة. بالنسبة للسكر كلاصي اخواتي انا اكتفيت بنص كيلو ديال السكر كلاصي، وانتوما بطبيعة الحال على حسب الحلاوة اللي كتفضلوا، كيمكن لكم كما قلت لكم اما العسل اما سكر كلاصي على حسب الاختيار. هنا غنجي نضيف الزبدة نوازيت، وغادي نبدا نخلط، وهذاك البخاليني ديال اللوز فهو غادي يسهل عليا باش يتجمع ليا السفوف. فبعد ما كتخلطوا اخواتي المكونات كامله، سلو راه ضروري كيحتاج بحال هكذا، يعني كنبقاو نعكوه هكا بيدينا باش كي ديك الزبده كتدخل المكونات كامله وكتخلط. فبالنسبه للزبده انا اكتفيت بنص كيلو ديال الزبده، نتوما الا كان كيعجبكم يكون شويه معلك يمكن لكم تزيدوا اكثر. هنايا كنبقاو هكا. هذه اخواتي هي النتيجه النهائيه ديال السلو ديالنا، كيجي زوين وكيجي لذيذ. كنزينوه بالويزات وبالكركاع كما كتشوفوا المنظر ديالو كيشهي. كنقدمو لكم بالصحه والعافيه، وكنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوه ان شاء الله.